أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولية الدكتورة سحر نصر أن هناك برنامج إصلاح اقتصاديا شاملا يحل كثيرا من المشاكل من ناحية الاقتصاد الكلي خلال مؤتمر حوار مع الحكومة. واستهلت الوزيرة كلمتها بتقديم التهنئة لكل أسرة بمناسبة عيد الأم، مؤكدة أن الوزارة تعمل على حلول سريعة لحل مشاكل المستثمرين، إضافة إلى تحسين البيئة التشريعية والقانونية بوضع قوانين تعمل على تحسين بيئة الاستثمار. احنا بنتحرك ازاي كحكومة؟ اولا هبتدي ان في برنامج اصلاح اقتصادي شامل بيحل مشاكل كتير من ناحية الاقتصاد الكلي. احنا بنتكلم على سياسات مالية، سياسات نقدية، بنتكلم على كل الاجراءات اللي بتتم للدعم، سعر الصرف، كل ده الهدف الرئيسي منه هو ان يكون مناخ الاقتصاد الكلي، وده مهم لان ده الاساس اللي بتبني عليه اي يعني مناخ استثمار او بيئه اعمال. بما يخص مناخ الاستثمار فاحنا بنشتغل على ثلاث محاور رئيسيه. اول حاجه طبيعي عملنا تقييم لكل التحديات اللي بيقوم بيها اللي بيحس بيها المستثمر في جميع القطاعات. بنبص عملنا مسح شامل على مستوى الجمهورية، بنقدر نقارن بيه المحافظات بتعاني، المحافظات المختلفة بتعاني من أي تحديات، بنقدر نقارن بالقطاعات المختلفة مثلا صناعة، سياحة، خدمات، وبنقدر كمان نقارن بالمشاكل اللي بيواجهها المستثمر الصغير بالمقارنة بالمستثمر الكبير.